من أهم تعريفات القوة الشاملة على مستوى الدول هي القدرة على الفعل والإنجاز والتأثير عن طريق استخدام كل مواردها بشكل يحفظ مكانتها وأمنها وفرص تقدمها. من أهم عناصر القوة الشاملة هي الدبلوماسية، واللي بتقدر من خلال أي دولة صناعة التغيير بالطرق السياسية وعن طريق التواصل مع العالم من غير ما تدخل حرب ولا معركة ولا أي حاجة، رغم يعني قدرتها وقوتها العسكرية اللي بتشكل أهم مقومات القوة الشاملة، لكنها بقوتها دي تقدر تستخدم الدبلوماسية. على المستوى الدبلوماسي مصر بتمتلك تاريخ عريض الحقيقة وخبرات كبيرة جدا في إيصال الرسائل ومخاطبة العالم والتأثير فيه. عندنا كوادر قادرة جدا على أنها تنظم أي حدث مهما كان طارئ أو عاجل بشكل دقيق، زي ما حصل في قمة القاهرة للسلام اللي اتنظمت في القاهرة بعد أيام من تصاعد الأحداث بشكل مفزع في غزة كنتيجة لعملية طوفان الأقصى اللي نفذتها المقاومة الفلسطينية. الدبلوماسية المصرية ليها أهداف واضحة في الوضع الحالي، ليها رسائل مهمة جدا، وهي حريصة انها توصل هذه الرسائل، وبيتم استخدام كل الآليات عشان توصل للعالم كل هذه الرسائل وتأثر على رؤيته وعلى قراراته. من أهم أهداف الدبلوماسية المصرية دلوقتي التأكيد على ضرورة وقف الحرب والرجوع للمسار السياسي. من أهم رسائل الدبلوماسية المصرية الواضحة دلوقتي هي التأكيد على ان كل مخططات الصهيونية بتهجير الفلسطينيين لسيناء مرفوض تماما مهما كانت المغريات. يا ترى ازاي مصر هتحقق اهدافها وتوصل رسائلها للعالم، وامتى بتكون الدبلوماسيه هي القوه الاولى وهي في الصداره، وامتى بتاخد خطوه للخلف وتدخل مكانها مقتضيات الامن القومي، وهل في اي صراع او اي حرب او اي مواجهه او تهديد ممكن الدبلوماسيه تختفي من الصوره تماما، ولا بيبقى في جهد متواصل وخطوط اتصال مستمره في كل وقت وتحت اي ظروف. عن الدبلوماسيه ودورها وادواتها في الحرب والمخططات الدايره وموقف الدبلوماسيه الدوليه والموقف في مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده سنبحث عن اجابات مع سياده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الأسبق اللي منورنا في مصر جديدة. مساء الخير السفير، منورنا. شكرا. وبداية بالفعل اليوم بدأ رسميا الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، تقديرك إيه في قدرة أمريكا إنها تأثر على إسرائيل إنه يكون يعني هو حجم هذا الاجتياح البري محدود؟ هل هتقدر أمريكا تعمل ده ولا خلاص أمريكا فقدت السيطرة على إسرائيل؟ الولايات المتحدة الأمريكية قرار وقف إطلاق النار هو في واشنطن فعلا مش في إسرائيل. وحتى ما حتى يعني حتى قبل ما يجي لهذه المقابلة حضرتك كان آخر تصريح لكبار المسؤولين الأمريكيين إن هم بيقولوا لا يعتقدوا أن وقف إطلاق النار الآن هيبقى مناسب، لأنه دوت هيعطي الفرصة لحماس ان هي تعيد تنظيم صفوفها. فالولايات المتحدة الامريكية لعدة اسباب مش مستعدة في اللحظة الراهنة ان هي تطالب بوقف اطلاق النار، لكن ده مش موقف حضرتك نهائي. يعني ممكن الادارة الامريكية سواء لظروف داخلية داخل الولايات المتحدة الامريكية أو للرأي العام الدولي والرأي العام العربي ممكن جدا تغير رأيها. وهنا الدور بقى حضرتك في المقدمة أشرتي إلى الدبلوماسية، هنا بقى الدور الدبلوماسي سواء الدبلوماسية المصرية أو الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأوروبية. يعني في دول في أوروبا خصوصا بعد حضرتك الاعتداء اللي شفناه النهاردة الوحشي على مخيم جبالي، وعدد اعتقد دوت حضرتك ممكن يأثر على القرار الامريكي. ولكن طبعا الولايات المتحدة الامريكية عندها اهداف بعيدة، ليس فقط ما يتعلق بما حدث في 7 اكتوبر او ما يقولون انه حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، وانما الولايات المتحدة لها اهداف بعيدة من الموقف. بتحاول هي يعني اتصور ان استراتيجيتها توظيف النتائج اللي هتترتب على هذه الحرب لخدمه الاهداف الامريكيه
في منطقة الشرق الأوسط. يعني القرار في واشنطن، قرار وقف إطلاق النار في واشنطن، وأعتقد أنه ممكن حضرتك يعني أن هم يغيروا رأيهم، ويطالبوا إسرائيل بوقف العمليات العسكرية، حتى إذا خدت شكل يسموها هدنة إنسانية، هدنة إنسانية، ويتبعها أنه تبقى حاجة مقدمة لوقف إطلاق نار دائم. الوجود الروسي وأيضا الصيني، الحقيقة روسيا والصين اعترضوا على القرار الأمريكي في مجلس الأمن. الدبلوماسية الروسية والدبلوماسية الصينية، هل ممكن تقدر تكون فاعلة وتقدر تغير مجريات الأمور، ولا وجود الجيش الأمريكي الضخم في المنطقة والقوة الخشنة هي اللي هتتغلب على قوة الدبلوماسية الصينية والروسية؟ حضرتك أنا تقدير يعني يا فندم يعني أن روسيا والصين طبعا يعني هيدعموا الموقف العربي وهيدعموا الموقف الفلسطيني، لكن لن يذهبوا أبعد من هذا. ليه؟ حضرتك روسيا طبعا التركيز بتاعها أوكرانيا، والصين التركيز بتاع حضرتك تايوان، والمناوشات الأمريكية البحرية الأمريكية للصين في بحر الصين الجنوبي. فأنا شخصيا يعني أستبعد تماما أن الدور الروسي والدور الصيني يأخذ أبعادا أكثر مما هو عليه الآن. أكثر حاجة في يعني روسيا طبعا الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تكاد تكون منعدمة. الاتصالات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية اتصالات على أعلى مستوى حاليا. حتى وزير الخارجية الصينية وانج يي كان حضرتك في واشنطن وبيحضروا للقاء قمة ثانية بين الرئيس بايدن والرئيس شي جين بينج في كاليفورنيا في نوفمبر. فحضرتك الصين ممكن بس عن طريق الدبلوماسية، مش هتروح أبعد من هذا. ومن وجهة نظر بقى فلسطينية ووجهة نظر عربية حضرتك بما في ذلك مصرية، هو الضغط لازم يبقى على الإدارة الأمريكية حضرتك وعلى بعض الدول الأوروبية. مين الدول الأوروبية اللي ممكن الدبلوماسية بتاعتها تبقى فاعلة في هذه القضية؟ طبعا فرنسا، أسبانيا، أيرلندا، دول الدول ممكن نعتمد عليهم حضرتك. المفوضية الأوروبية، بس مش رئيسة المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، الممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، دول اللي احنا ممكن حضرتك. ليه فرنسا وأسبانيا وأيرلندا؟ أسبانيا لأن حضرتك تاريخيا كان مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، خصوصا حضرتك من أيام الجنرال ديغول، يعني من بداية الجمهورية الخامسة كانت مواقفها بالنسبة للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي هي أقرب المواقف الأوروبية للموقف الفلسطيني والموقف العربي. كذلك ما ننساش حضرتك أنه في يونيو 80 ونتيجة للجهد الفرنسي صدر ما يعرف باسم إعلان البندقية، فينيس ديكلاريشن، ودوت كان أول بيان يصدر عن أوروبا حضرتك بالنسبة للقضية الفلسطينية إن ليها أبعاد وطنية تتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. أسبانيا تاريخيا كانت دائما حضرتك من أشد المؤيدين داخل أوروبا للمواقف العربية والقضية الفلسطينية. حتى مؤخرا أما المفوض الأوروبي لدول الجوار بعد 7 أكتوبر قرر من نفسه الإعلان عن وقف المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية، أسبانيا وأيرلندا كانوا من الدول اللي اعترضوا على القرار وقالوا أنه هو تجاوز سلطاته لأنه هو اتخذ هذا القرار دون التنسيق
والإخطار المسبق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فهما خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، أسبانيا وإيرلندا اتخذوا مواقف كويسة فندم حضرتك، فدولة اللي ممكن نعتمد عليهم لـ 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 للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما أستخدم كلمة ضغط هنا أنا بقول ده ضغط معنوي، لأنه النهاردة أوروبا حضرتك مش في موقف يخليها تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هو نوع من محاولة إدخال تعديل على الموقف الأمريكي، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تبتدي تتحدث عن وقف إطلاق نار، أو على في أقل تقدير حضرتك على هدنة إنسانية. طيب في المواجهات اللي زي دي وفي أي صراع إزاي الدول العربية بتتصرف؟ هل الدبلوماسية اللي كل دولة على حدة بتتصرف لوحدها، ولا بيبقى في تشاور وتآزر وموقف عربي موحد؟ من وجهة نظر حضرتك بتشوف الصورة دي بتبقى عاملة إزاي؟ يعني هنتكلم على في إطار طبعا في إطار الوضع الراهن وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي على غزة، التشاور والتنسيق العربي حضرتك على أعلى مستوى، وفي السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية دعا لعقد قمة عربية طارئة وجاري الإعداد لها، والتنسيق بين مصر وبعض الأطراف العربية الفاعلة مثلا مع دولة قطر حضرتك، مع المملكة العربية السعودية، مع السلطة الفلسطينية، والتحرك المشترك حضرتك في الساحة الدولية، دوت حضرتك دوت ده الدور الدبلوماسي العربي. ومصر دائما حريصة حضرتك أنها تتحرك في إطار عربي، ودائما بتتبادل وجهات النظر وتنسق مع الأطراف العربية الفاعلة، بمعنى اللي لها اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتصالات مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية كدولة قطر على سبيل المثال. طيب مصر تتحرك في إطار دور عربي، هل ممكن إن احنا يكون عندنا أيضا دعم من أفريقيا؟ حضرتك يعني احنا إذا حضرتك رجعتي ليوم الجمعة الماضي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار اللي الأردن تقدمت به حوالين هدنة إنسانية فورية ودائمة، حضرتك 120 دولة صوتت لصالح هذا القرار. نعم. ودي أغلبية كبيرة، لأن كما تعلمين حضرتك أن عدد الأعضاء في الأمم المتحدة 193 دولة، وهم كلهم يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا سمحتي لي هي جهاز الأمم المتحدة الوحيد اللي بيضم كل الدول الأعضاء مقارنة بالأجهزة الأخرى. على سبيل المثال مجلس الأمن فيه 15 عضو بس فقط، لكن 120 عضو حضرتك يصوتوا لصالح هذا القرار، لهذا مشروع القرار، كان فيهم دول أفريقية عديدة. الدول الأفريقية اللي امتنعت أو اللي اعترضت قليلين جدا، فممكن نعتمد على أفريقيا. بس حضرتك في إطار حديثنا على الـ 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 العدوان الإسرائيلي على غزة، أعتقد الضغط لازم يبقى على الولايات المتحدة الأمريكية حضرتك، وهو الدور العربي هو اللي هيفرق حضرتك، لأنه برضو الولايات المتحدة الأمريكية حريصة حضرتك على توسيع ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية. فالدول العربية أو الدبلوماسية العربية استطاعت إن هي تقنع الولايات المتحدة الأمريكية إن هو إذا لم يتم وقف إطلاق النار بسرعة، فإنه مسألة توسيع الرقعة الجغرافية للاتفاقات الإبراهيمية هو اللي هيتأثر، وإن الدول العربية مش هتكون في وضع يسمح لها، نتيجة طبعا لضغط الرأي العام العربي، يسمح لها ان هي تسير على هذا الطريق على الاقل خلال المستقبل القريب. اعتقد حضرتك اذا الدبلوماسيه العربيه
استطاعت ان هي توظف هذا الكارت في اتصالها مع الإدارة الأمريكية، أعتقد ده هيبقى عامل ضغط حضرتك مؤثر على القرار الأمريكي. كذلك في تطور أخير، يعني من آخر التطور في المشهد الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقي يعني الواحد بيحيي الجاليات الإسلامية والعربية الأمريكية، إن هم خلال اليومين الماضيين وجهوا رسائل مباشرة إلى الرئيس جو بايدن. صحيح. وقالوا له إذا لم تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فأنت لن تحصل على أصوات العرب الأمريكيين أو المسلمين الأمريكيين. وأعتقد حضرتك دي لغة يتفهمها الرئيس الأمريكي ويتفهمها الحزب الديمقراطي، لغة المصالح، لغة، وهو خصوصا حضرتك يعني داخل انتخابات السنة الجاية. بالظبط. وأنا أحييهم صراحة، المنظمات العربية الإسلامية اللي اتخذت هذه الخطوة. طبعا في هذا الإطار كما تتذكرين حضرتك أن الرئيس بايدن التقى منذ عدة أيام في البيت الأبيض بزعماء للجالية العربية، الجالية الإسلامية الأمريكية. طبعا المخاوف لدى إدارة الإدارة الأمريكية الحالية هو المواجهة بين اليهود الأمريكيين وبين العرب والمسلمين الأمريكيين، يعني هم عاملين ألف حساب. حتى كان مدير المباحث الجنائية الفيدرالية اللي هي الاف بي اي كان بيدلي بشهادته امام احد لجان مجلس النواب الامريكي اليوم، وقال انه الولايات المتحده الامريكيه معرضه لتهديدات غير مسبوقه بسبب الحرب في غزه. فالاداره الامريكيه هتبقى حضرتك يعني حساسه جدا للضغط الدبلوماسي العربي كما شرحت، وكذلك الضغوط الداخليه في الولايات المتحده الامريكيه وتحديدا من العرب الامريكيين ومن المسلمين الامريكيين اللي يهددوا ان هم لن يصوتوا لصالح الرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسيه القادمه. دوت كمان هذا التهديد هيسمع لدى الحزب الجمهوري ولدى المرشحين الجمهوريين، ودوت ممكن حضرتك احتمال يخلي يعني يؤدي الى تغير في الموقف الأمريكي، بحيث يبقى هو أقل تحيزا لإسرائيل. نعم. كما تابعنا منذ 7 أكتوبر ويبتدي في اتصالات مع إسرائيل ربما غير معلنة، أن هو يطالبها أولا أن يحجم شوية من ما تقوم به من عمليات وحشية، الوقف إطلاق النار. تمام. في خبر وتطور عاجل الآن، بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كيف تعلق لنا على طبعا ذلك؟ حضرتك يعني دي بداية، وطبعا الرأي العام العالمي في الأيام الأولى حضرتك كان الرأي العام العالمي بسبب طبعا السردية الإسرائيلية المزيفة والتي المظلومية اللي بيعملها وتخالف الواقع حضرتك، خرجوا الموضوع من سياقه، فكان في تعاطف مع إسرائيل. لكن حضرتك بعد بقى في الثلاث أسابيع الأخيرة هذا التعاطف بدأ يقل، وأنا أعتقد أن القصف مخيم جباليا النهاردة ده هيعمل فرق كبير في الرأي العام العالمي وفي الإعلام الأوروبي والإعلام الأمريكي. بوليفيا حكايتها إيه مع إسرائيل؟ يعني ليه بوليفيا النهارده بتعمل، هو حضرتك احتمال الحكومة البوليفية أساسا أو رئيس بوليفيا ميال للمواقف العربية، وحضرتك عارفة في أمريكا اللاتينية في جاليات عربية، في جاليات عربية ولها تأثير على القرار، يعني لها تأثير على القرار. فدوت انا اعتقد، بس طبعا بوليفيا هتبقى يعني انا ما يعني ما تخيلش ان كذا دوله في امريكا اللاتينيه هتتخذ هذا القرار يعني. لكن هو طبعا حضرتك يعني اما نحلله بنضعه في اطار التغيرات التي تحدث في العالم، في الراي العام العالمي ومواقف الدول تجاه اسرائيل وتجاه العدوان الاسرائيلي على غزه. جميل جدا. يعني ممكن نشوف الفترة الجاية دول أخرى بتعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد بوليفيا؟
يعني مش في أمريكا اللاتينية؟ هقول لحضرتك حاجة، احتمال بس احتمال ضئيل، لكن أنا أعتقد الحكومات في أمريكا اللاتينية وفي الجنوب، دول الجنوب هتبتدي تعلن بقى عن معارضتها لاستمرار الحرب واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. موقف مصر الدبلوماسي، الدبلوماسية المصرية، الحقيقة الدبلوماسية المصرية منذ بدء الأزمة وهي حريصة على إرسال رسائل واضحة وصريحة ومحددة وما تخلتش أبدا عن ثواباتها. أهم هذه الرسائل من وجهة نظرك والطرق المثلى، الطرق الدبلوماسية المثلى لإيصال الرسائل الدبلوماسية المصرية للعالم كله وإنها توصل بشكل صحيح. أنا تقديري يا فندم يعني أن الموقف المصري وصل العالم النهاردة كله بيتفهم المبادئ اللي بيتأسس عليها الموقف المصري في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في المشهد الحالي الولايات المتحدة الأمريكية بتلعب دور كبير جدا 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 حضرتك، ليس فقط بسبب ان هي دعمها اللامحدود لاسرائيل في هذا العدوان، وانما بسبب طبعا دور الولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط من جانب، ومن جانب اخر دور الولايات المتحده الامريكيه في ما يعرف باسم عمليه السلام. وده طبعا حضرتك المكالمه التليفونيه اللي كانت بين السيد الرئيس وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن أول أمس، والتي جاءت بمبادرة من الرئيس الأمريكي وتناولت عدة موضوعات، فكل دوت حضرتك، ودي ما لم تكن المكالمة الأولى، يعني كان في مكالمة برضو، وكان في زيارة لبلينكن بالإضافة طبعا لجولة بلينكن في البداية في دول الشرق الأوسط، لكن دي المكالمة الأولى كانت يوم 18 أكتوبر، اما الرئيس بلينكن برضو اتصل بالرئيس السيسي بايدن. الرئيس بايدن اما اتصل بالرئيس السيسي بعد زيارته لاسرائيل، وفيها اتفق لاول مره على ادخال المساعدات الانسانيه عبر معبر رفح، وده كان موقف مصري، ده كان موقف مصري من سبع، اما بدا حضرتك يعني في الاتصالات الدبلوماسيه بدا يطلب من مصر فتح الجانب المصري من معبر رفح لعبور مزدوج الجنسية ومن ضمنهم مزدوج الجنسية أمريكية، فمصر أعلنت موقفها، قالت إذا فتحنا معبر رفح من الجانب المصري يبقى ندخل المساعدات الإنسانية. الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لم يوافقوا على هذا المطلب المصري إلا بعد ما الرئيس الأمريكي بايدن وافق على ذلك، وأخطر الرئيس السيسي في مكالمة تليفونية يوم 18 أكتوبر. فخلال الفترة اللي فاتت كان في اتصالين تليفونين بين الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي، ودوت حضرتك بيوضح لحضرتك ويبين يعني الدور الدبلوماسي والدور اللي مصر بتلعبه في احتواء الموقف ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الموضوعات اللي تم تناولها في المكالمة التليفونية بين السيد الرئيس والرئيس بايدن موضوعات متعددة وموضوعات هامة، لعل أهمها حضرتك، لعل أهمها يعني أنا ثلاث عناصر، ودي بتدعم الموقف المصري وبتتسق مع الموقف المصري دبلوماسيا وسياسيا. أول عنصر هو المساعدات الإنسانية بصورة فورية وصورة عاجلة. وهنا اسمحي لي افتح قوس في تصريح للرئيس للوزير بلينكن النهارده، تصريح لافت للنظر جدا بالنسبة للمساعدات الإنسانية، قال فيه انه خلال الأيام القليلة القادمة عدد الشاحنات اللي هتدخل قطاع غزة ربما يقترب من 100 شاحنة. تطور لافت. ده أول عنصر. تاني عنصر إن الرئيس الأمريكي بيقول للرئيس السيسي إنه لا تهجير قسري، لا تهجير قسري للفلسطينيين لأي مكان. العنصر الثالث إنه الرئيس بايدن بيتفق مع الرئيس السيسي في إن الدولتين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر
يتوصل إلى اتفاق حول شروط استئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين. وصلنا للنقطة دي ازاي؟ دي نقطة مهمة وتطور مهم. لأنه حضرتك ده حضرتك يعني احنا حضرتك كنت أثرتي دور الدبلوماسية ودور الموقف المصري منذ 7 أكتوبر. فدوت دي المبادئ اللي مصر الدبلوماسية المصرية العريقة قدرت إنها تعمل زخم في القضية وتوصل القضية للنقطة دي. دي المبادئ اللي مصر تحدثت عنها منذ 7 أكتوبر ودي يعني حضرتك طبعا إذا رجعتي إلى كلمة السيد الرئيس أمام مؤتمر القاهرة للسلام في يوم السبت 21 أكتوبر حضرتك هتجدي إنه يعني السيد الرئيس أوضح أو أكد على إنه حل الدولتين أو ما يسمى الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، وكذلك إنه لن يتم التأكيد في كل مناسبة إنه لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب المصالح الأمنية المصرية. كل هذه الرسائل حضرتك، كل هذه الرسائل بلغت وصلت للعواصم العالمية، وخصوصا حضرتك واشنطن. والحديث حضرتك الحديث تليفوني بين الرئيس بايدن والرئيس سيسي بيكشف هذا وبيدل ان الإدارة الأمريكية بتتحرك او بتتعاطى مع الوضع في غزة في إطار هذه المبادئ المصرية باستثناء المطالبة بوقف إطلاق النار. يعني نعم. السؤال في النهاية، هل انتهى زمن نتنياهو؟ هل كتب نتنياهو بإيده يعني ورقة النهاية أو يعني السطر النهائي في مستقبله السياسي أو في الكارير بتاعه السياسي؟ حضرتك يعني في اتجاهين، في اتجاهين بالنسبة للنقطة دي. في اتجاه بيقول وداوت هو الغالبية، غالبية الآراء، أنه نتنياهو سياسيا انتهى اولا بسبب الائتلاف الحكومي اللي هو بيتولى رئاسته، واللي غالبية الاسرائيليين بيتهموا هذا الائتلاف هو اللي وصل الامور الى هذا، وثانيا عشان طبعا حضرتك الفشل الذريع في احباط هجمات عدم احباط هجمات 7 اكتوبر. لا، ده راي الغالبيه، لكن السياسه الاسرائيليه، السياسه الداخليه الاسرائيليه والائتلاف حضرتك بين الاحزاب، ده ممكن يمنحه فرصه ضئيله في البقاء للحكم، خصوصا ان هو اما شكل المجلس الحرب المصغر ودعا فيه حضرتك بني جانس، ها، فدوت حضرتك كان بيقال او بيفسر ان هو بيحاول يدخل المعارضه في معادله الحكم في اسرائيل. ففي احتمال وان كان ضئيلا انه فترته مش هتنتهي، بس ده مش رأي الأغلبية. دلوقتي شوية مؤتمر صحفي لبلينكن والصحفيين رفعوا ايديهم بإشارة الدم، وفي صحفية هتفت بصوت عالي وخرجوها بالقوة من مؤتمر وزير الخارجية الأمريكي بلينكن. يعني حرية الرأي يعني واضح يعني واضحة جدا. أشكرك شكرا جزيلا. سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، نورتنا في مصر الجديدة، سعدنا جدا بلقاء حضرتك. الحقيقة الدبلوماسية المصرية ماشية في طريقها، عارفة هدفها، بتستخدم كل قدراتها للتعبير عن موقف الدولة المصرية، جيش من المسؤولين، خلية نحل في كل عواصم العالم، بتتحرك بشكل منظم وبصبر وبدأب كبير جدا، قدرت فعلا تغير مفاهيم وقناعات حوالين القضية الفلسطينية والحق العربي والموقف الرسمي من كل مخططات الصهيونية المدعومة من الغرب لتصفية القضية والتهرب من التزامات الشرعية الدولية ناحية آخر احتلال على وجه الأرض. أشكركم شكرا جزيلا. بكرة مصر جديدة إن شاء الله.